بسم الله. قلنا لكم ماخوذ السكشن ماخوذ من الابيجلوتس، تمام. في معانا ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم نان كيراتينايز، وفي معانا سودو ستراتيفايد اللي متابع للريسبيراتوري ايش ابيثيليوم، معانا الاستيك كارتليج بيحيطه حاجه اسمها ايش بيري كوندريا متعارف عليه، ومعانا جزء تابع للاديبوز تيشو، وفي معانا ايش ميكست جلاند او بنسميها ميوكوسيرا سكريتوري يونت. واضحه الصوره؟ طيب هذه كلها ميكست جلاندز. ميكست جلاندز اللايت اريا المناطق البيضاء ايش قلنا لكم نسميهم ايش كمسمى عام بنسميها ايش ارتيفاكت. كبرنا الصوره تمام. المنطقه هذه سميناها ترانزيشنال زون، صح؟ بتتحول الابيثيليوم من ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم نان كيراتينايزد الى سودو ستراتيفايد. المناطق اللي بتحيط الكارتليج بنسميها ارتيفاكت. وضحنا هنا في الصوره هذه نوع الابيثيليوم اللي بنسميه ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم. هذه سميناها نيرف باندلز، وهذه المناطق بنسميها ارتيفاكت. المنطقه هذه كلها بنسميها ايش لامينا بروبريا، وبنسميها تابعة للكونكتيف تيشو. هذه سميناها واضحة ولا لا؟ نيرف باندلز، وهذه بنسميها نيرف باندلز. طيب المناطق هذه بنسميها لاكونا، ومتعارف مكونات ايش؟ الكارتليج. هذه ايش؟ ميوكوسيرا سكريتوري يونت ارتيفاكتس. المنطقة اللي بتحيط الكارتليج من الخارج بنسميها بيريكوندريام، وهذه بنسميها ايش؟ لاكونا. والكارتليج ايش بنسميه؟ هذه فيها مشكله. صعب ان احنا نفرق بين الالاستيك كارتليج وبين الهيالان باستخدام ايش الهيماتوكسينين والايوسين. اذا بنستخدم صبغه خاصه ايش بنسميها فيرهوفستاين. طيب هذه سميناها بلاد فيزلز، وهذه سميناها بلاد فيزلز، صح؟ هنا احجام هندرسها، هندرسها في الشابتر اللي بعد هذا. وش نوع الابيثيليوم؟ ستراتيفايد سكويمس ايش؟ ابيثيليوم نان كيراتينايز، والباقي ايش؟ بنسميه كونكتيف تيشو، ما بيش سبيشال ستراكشر موجود في الصوره هذه. ننتقل نفس الكلام بيتكرر. طيب ايش نوع الابيثيليوم هنا؟ وهذا ايش بنسميها؟ سيليا، والخلايا اللي ما بتنصبغ بنسميها جوبلت، جوبلت سيلز. هذه ايش من خلايا؟ لينفو سايتس، واضحه في الصوره هذه. هذه الخلايا اي شيء للمصحصحين؟ بلازما سيلز، موجوده بكميات ايش؟ بكميات كبيره البلازما سيلز بلاد فيزلز، والباقي كله عباره عن ايش؟ عن كونكتيف تيشو بخلايا سبندل بنسميها فايبرو بلاست. طيب الصوره ما زالت ايش؟ بتتكرر، صح؟ نيرف باندلز، ميوكوسيرا سكريتوري يونت، وهذه بنسميها اديبوز تيشو. اللايت اريا قد بنسميها ايش؟ ارتيفاكتس. وهذا الابيثيليوم واضح انه سودو استراتيفايد. نفس المكونات، بس ايش معانا هنا اضافه؟ هذا بنسميها ايش؟ اكسكريتوري داكت، صح؟ اكسكريتوري داكت للميوكوسيرا سكريتوري يونت. واضحه هنا فواصل الاديبوز تيشو، واضحه فواصل. طيب اذا هذه بنسميها اديبوز تيشو، هذه بنسميها بيريكوندريم، وهذه بنسميها ايش؟ ايش الصوره هذه ايش بنسميها؟ مايكروغراف، صح؟ مايكروغراف. ميوكوسيرا سكريتوري يونت، هذه ايش؟ ميوكوس ولا سيرس؟ ميوكوس. والمناطق اللي ما بتنصب اللي مصبوغه سيرس سكريتوري يونت، وهذه ايش؟ داكتس. طيب نفس الكلام بيتكرر، ما له بيتكرر. غيرنا الصبغه، استخدمنا ايش؟ فيرهوفستاين. اول ما بنستخدم الفيرهوفستاين وش بيظهر معانا؟ بلاك فايبر، صح؟ اللي بنسميه عباره عن ايش؟ الاستيك كارتليج. هذه قد بنسميها لاكونا، مجموعه الخلايا قد بنسميها ايش؟ سيلناس. لارينكس، اللارينكس منطقتين، الفولس فوكال، وفي معانا الترو فوكال كورتس. طيب ركزوا معي، اللي فوق هذه بنسميها الفولز فوكال، بنسميها فولد، معنى فولد ثنايا. طيب وهذه بنسميها ترو. اللي فيها المصالز
هي ترو، واللي فيها الميوكوسيرا سكريتوريونيت تعتبر ايش؟ الفولس. نكبر الصورة. طيب هذه السبتة او منطقة الفاصلة بين الترو ايش والفولس. طيب الفولس ايش فيها من مكونات؟ ركزوا معي، ايش نوع الابيثيليوم هنا؟ سودو ستراتيفايد، تمام. وهذه عبارة عن ايش؟ ميوكوسيرا سكريتوري يونيت، والفاصل هذه كلها عبارة عن ايش؟ اديبوز تيشو، والجزء ايش؟ هذا كله عبارة عن كونكتيف تيشو، هذه ايش؟ داكت، واضحة ايش؟ اذا هذه بنسميها، ركزوا معي، معي ريسبيراتوري ابيثيليوم مكونة من سودو ستراتيفايد كولومنر، وفي معنا حاجة اسمها جوبلت سيلز، وفي حاجة اسمها بيزمنت ممبرين، وفي حاجة اسمها ميوكوسيرس جلاند. ايش وظيفة الميوكوسيرس جلاند؟ طيب واضح ان سودو، ركزوا مع الصور هذه، هذه الصور قد ناخذها من الابيغلوتس، قد ناخذها من اللارينكس، بس مش ايش ذات اهمية، لان الصورة مكبرة بتوضح لنا ايش ريسبيراتوري ابيثيليوم. ريسبيراتوري ابيثيليوم منتشر ايش في ريسبيراتوري سيستم، اذا مستحيل انا ادي لك صورة مثل هذه واقول لك ايش منين ماخوذة، صح ولا لا؟ لان كلها مكونة من ريسبيراتوري ابيثيليوم وتحتها كونكتيف، اذا هذه الصورة ايش عديمة الفائدة، بس تعرف ايش فقط على نوع ايش التيشو، اما اللوكيشن ما نقدرش نحدده. واضح الجوبلت سيلز جدا، واضح السيليا، واضح السودا ستراتيفايد. هذا الجزء ايش بنسميه؟ بيزمنت ممبرين، والباقي بنسميه ايش؟ لامينا بروبريا. واضح هنا الميوكوسيرا سكريتوري يونت، هذه ايش؟ داكت. طيب وهذه ايش بنسميها؟ ميوكاس، وهذه سيرس، صح؟ هذه بنسميها ميوكاس، وهذه ايش؟ ميوكوسيرس. انتم عرفتوا شكل الميكس كيف تجي؟ هذه شكلها يجي سيرس دميلون، صح ولا لا؟ هذه ميكس، هذا الميوكاس، واللي فوقها اللي على شكل تاج، اذا بنسميها ميكس. كمسمى عام سموها سيرس ميوكاس سكريتوري يونيتس. اها شنو على الابيثيليوم هنا؟ فترو، لا مش سودو ستراتيفايد، بنسميه ستراتيفايد سكواميش ابيثيليوم، لانه في حاجه اسمها ميكانيكال سترينج. طيب اللي بتحكم بالصوت ايش؟ عضلات سكيلتال ولا سموث؟ اكيد اني تكون، لا نتحكم بالساوند سكيلتال، اذا هذه كلها ايش؟ سكيلتال ماسلز، وهذه كلها ايش؟ انتم درستوا حاجه اسمها تندونز وحاجه اسمها الليجامنتس، كيف شكل الليجامنتس؟ طيب البياض هذا عباره عن ايش؟ منطقه غنيه بايش؟ بالكولاجين فايبرز، اذا هذه المنطقه بنسميها البوكال ليجامنت، وهذه بنسميها بوكاليس ماسلز، بوكاليس ايش؟ ماسلز، وهذه عباره عن ايش؟ اذا اول ما تشوف البوكال ليجامنت بنسميها ترو بوكال كوردز، تمام. طيب وهذه ايش سميناها؟ اللي فوق فولس، واللي تحت، اذا احنا بنش في حاجه اسمها ليجامنتس، في حاجه اسمها ايش؟ سكيلتال ماسلز. يا دكتور نشي نشوف الاستراتيفايد، هذه ايش؟ استراتيفايد سكوينر، لانه في معانا حاجه اسمها ايش؟ ميكانيكال سترينج، وهذه المنطقه كلها عباره عن ايش؟ ليجامنتس، عباره عن ايش؟ دانس ريجولار كونكتيف تيشو، وهذه بنسميها فوكاليس ماسلز، كميه كبيره من ايش؟ من السكيلتال ماسلز. ايش وظيفتها؟ ريجوليتس. طيب نزلت تحتها ايش معانا؟ اذا بدات بالريسبيراتوري، وصلت لليش؟ للفوكال كوردز اللي هي ترو، وصلت لحاجه اسمها ستراتيفايد، وبعدين تحتها بنكمل ايش؟ اذا هي اكسبشن، استثناء، تمام. منطقه الاستراتيفايد هذه ايش؟ عباره عن منطقه ايش؟ استثنائيه. هذه ايش؟ داكس، وهذه ايش؟ سودو ستراتيفايد، وهذه ايش؟ سيرس ميوكاس سكريتوري يونت، وهذه عباره عن ايش؟ كونكتيف تيشو، وهذه سميناها ارتيفاكت. طيب هذه ايش حقكم؟ تراكيا، وهذه ايش؟ لا لا اوسوفيجاس، ها ها، قد يحصل ديس اورينتيشن اثناء اخذ السكشن، ايوه
تمام، بدي لكم صورة مشابهة لهذه الصورة. طيب سي شيب صح، تراكيا. طيب هذا ايشي يا شباب اللي بتحاكوا وراء، لو سمحتوا خرجوا، ما بيش تحضير عندنا ولا بوجع راس، تسجيلك جاهز، خرج لا تمرضنيش. طيب هذه بنسميها elementary قصدي respiratory tracts، وهذه بنسميها elementary canals. هذه كلها معتمدة على حاجة اسمها smooth muscles، وهذه معتمدة على حاجة اسمها ايش، hyaline cartilage. هذه سميناها myocerebellar secretory unit. طيب اذا احنا نمشي نشوف التراكيالس muscles، فهي صعبة في هذا السكشن لان الصورة ايش panoramic view، يعني ايش ما بتوضح لناش التفاصيل. اذا هذا ممر تهوية وهذا ممر ايش elementary، الصورة نفسها بس بتتكرر ايش بصورة موضحة اكثر. هذه ايشي thyroid gland، تمام، وهذه ايشي سي شيب هايلان كارتليج، وهذه سميناها تراكيالس ماسلز، وهذه ايشي اوسوفيجاس، وهذه كلها عبارة عن ايش سموث ماسلز، وهذه بنسميها ايش ليومن اوف اوسوفيجاس. اذا الصورة هذه بنسميها بانوراميك فيو. هذه ايشي اوسوفيجاس، جزء كونكتيف تيشو، والباقي بنسميها ايش مسكولاريز، مسكولاريز اكسترنا او بس بتسموها انتو، او قد نسيتوها. مش في معانا ميوكوزا وسب ميوكوزا وتحتها ايش، خلاص مسكولاريز اكسترنا. طيب هذه اي شيء تراكيا. طيب التفاصيل اللي موجودة في الصورة هذه ركزوا معي، هايلان كارتليج، هذا بنسميها اديبوز تيشو بتحيطها من الخارج، هنا توضحت ايش تراكيالس ماسلز، وهذه بنسميها ايش ميوكوسيرا سكريتوري يونت، هذه كلها عبارة عن ايش سودو استراتيفايد. طيب لا ترقد يا غالي حجر الله. طيب هذه ايشي، لا مش داكت، هي حاجة تحنبوا فيها تسموها داكت ولا بلد بيزل ولا ارتفاكت. طيب هذه ايش، طيب هذه ايشي ميوكس ولا سيرس، سيرس سكرتوري يونت، وهذه ايشي ميوكس سكرتوري يونت، وهذه ايش يا شباب بلد بيزلز. طيب وش نوع الابيثيليوم اللي هنا سودو ستراتيفايد، وهذا كونكتيف تيشو بنسميها اللامينا. يا شباب الدبعي، يا اخي انا اسميه دبعي، تعال هنا قدام، واللي قدام ابو نظاره جنبه تعال هنا جنب الباب، سري دبعي اطلع قدام، يا اخي هذا دبعي، واللي ابو نظاره اللي جنبه اجلس هناك مكانه، ايش المشكله؟ ايوه تعال، تعال يا حالي، تعال يا قلبي، تعال تعال جلس هنا، بتغطي على زملاء قصدهم، ندي لك كرسي ايش يا غالي، سجل طلباتك في ورقه. طيب سودو ستراتيفايد، لامينا بروبريا، بلاد فيزلز، ميوكاس سكريتوري يونت، وسيرا سكريتوري يونت، واضحه الوحده الافرازيه كامله، ميوكوس سيرا سكريتوري يونت، وهذه سميناها اكسكريتوري داكت، والبيئه هذه ايش بنسميها لوز ولا دنس، دنس كونكت، دنس ولا لوز، دنس ريجولار كونكتيف تيشو، هذه ايش تراكيالس ماسلز. طيب وهذه ايش، هذه ايش، ما تجيش النرف هكذا، هي هنا صح، تشبه ايش، تشبه الكارتليج صح يا دكتور، ايش مع الكارتليج هنا قد تكون ايش مع السكشن، تشبه الكارتليج، تشبه هذا الطرف، اذا هذه عبارة عن ايش بنسميها هايلان كارتليج، بس مش في مكانها اكتوبك هذه ايش، هذه بوسيش، وهذه سميناها ارتفاكت، وهذه عبارة عن ايش هايلاين كارتليج، وهذا عبارة عن ايش كونكتيف، ركزوا معي، التراكيا مش في معها ميوكوزا،
وبعدين من هنا مسكول تراكيا. دحين طبقات الريسبيراتوري أي شيء ميوكوزا وصب ميوكوزا والطبقة الأخيرة إيش بنسميها؟ أدفنتيشيا. تمام. طيب بالنسبة للجي اي تي ميوكوزا وسب ميوكوزا والطبقة الثالثة إيش بنسميها؟ مسكولوزا وبنسميها مسكولاريز اكسترنا. أدفنتيشيا عبارة عن كونكتيف ومسكولاريز اكسترنا عبارة عن إيش؟ سموث ماسلز. إذن هذه الطبقة الخارجية بنسميها إيش؟ بنسميها أدفنتيشيا كمسميات. طيب مش هذه تراكيا؟ تمام. هذه أي شيء؟ تابعة للتراكيا. طيب أين أوضحها؟ الصورة الأولى ولا هذه الصور؟ طيب أين أوضحها؟ الصورة الأولى ولا هذه؟ هذه سودو ستراتيفايد، واضحة جدا 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 جدا. إيش الفرق؟ السكشن، ما لها سكشن؟ ركزوا معي. ها السكشن هنا واحد ايش؟ مايكرون الثيكنس حقه. السكشن في الصورة الاولى من 4 الى 6 ايش؟ اذا الثيكنس حق السكشن بيلعب دور ايش؟ في توضيح ايش؟ اذا مدام الثيكنس هنا كان قليل، اذا في حاجة اسمها excellent cellular definition مقارنة بايش؟ اذا هذا بيسميه semi thin section. السكشن نوعين، يا يكون thin يا يكون ايش؟ كل ما زاد الثيكنس كل ما قلت ايش الديتيلز. هذا ايشو سودو ستراتيفايد، وهؤلاء ايشن جوبلت سيلز. صح، واضح اني جوبلت سيلز. طيب وهذه ايشي على اوضح منهن سيليا، وهذه البيئة كلها بنسميها كونكتيف تيشو. هذه ايشن لاكونا، وهذه بيريكوندريم، وهذه بلاد فيزلز، وهذه بلاد فيزلز. اذا التفاصيل الفرق بين الصوره والثانيه عباره عن ايش؟ عن سكشن. طيب تراكيا صح، وبعدين في معنا ايش؟ برونكاي، وبعدين في معنا ايش؟ برونكيولز. اذا فهمت الصوره هذه تفهم كل شيء. اطلع اشرحها سنب. ايوه افهموها وبعدين التسجيل هو ماشي. ادوا لي قلم، دوب عدي لي قلم. كانوا تصبوا رهيا. الصورة هذه مأخوذة من وين؟ من اللعنة. عملنا سكشن للرئتين، تمام؟ بتتوضح فيها كل التفاصيل. أكثر التراكيب هذه أي شيء؟ الفيولاي، أو بنسميها إيش؟ الفيولار سايت، أو الصورة الهوائية. الفواصل بين إيش بنسميها؟ الهرس الثاني. طيب هذا الجزء الكبير بنسميها إيش؟ برونكاي، وهذه برونكيول، وهذه برونكيول. اللي فيها بوكيتس، معنى بوكيتس؟ جيو. هذه بنسميها respiratory bronchioles. respiratory. اللي ما فيها بوكيتس بنسميها terminal bronchioles. طيب تجوا تلاحظوا ان البرونكاي في حاجة اسمها ايش؟ هايلاين، بس مش على شكل continuous، على شكل plate. طيب والعضلة اللي تحتك بنسميها سموث ماسل، وهذه الوحدات الفراجية بنسميها ميوكوسيرا سكرتري يونت، وهذه الاوبننج ايش بنسميها؟ الداك، وهذه بلاك فيزل. تمام. اذا معي كارتلي، ومعي المفروض، ومعي ميوكوسيرا سكرتري يونت، ومعي ابيديليم ايش بنسميها؟ اسبيراتوري ابيديليم. طيب الاصغر منها اللي ما مش فيها بوكيت، هذا سميناه تجمع من الليمفوسايتس، ايش بنسميها؟ ليمفاتيك نوديول. احنا في معانا مسمى بنسميه بالك، على انتم ذاكرين.
لمفاتك تيتو هذه نسميها بانكا ونسموها لمفاتك نوديول. طيب الفتحات هذه نسميها الفلر داكس. الفلر داكس بنوضحها في صورة أخرى. إذن الفرق بين البرونكاي والبرونكيول إنه هذه معها خيلان كارتليت وهذه معها ميوكوسيرس جلاند. هذه لا معها خيلان كارتليت ولا معها ميوكوسيرس جلاند, بيجتمعين في حاجة اسمها مصل. هنا كانت سودو ستراتيفايد, هنا تحول لايش سمبل ايش. كل ما اقتربنا من الحويصلات الهوائية كل ما قلت نوع الابيثيليوم. تمام, بنسميها سمبل كولومنر وهنا بنسميها سمبل كوبويدال. اول ما نوصل للالفلر ساك بنسميها سمبل سكويمر وهنا بنسميها ريسبيراتوري ابيثيليوم. ومنطقة الفيستيبيول اللي موجودة في النازل الكبديس بنسميها استراتيفايد سكويمر ابيثيليوم كيراتينايد. اذا بدات بالستراتيفايد صح, وبعدين وصلتنا للستراتيفايد ابيثيليوم, وبعدين سمبل كولومنر, وبعدين سمبل كوبويدال, وبعدين دخلت الى حاجه اسمها سمبل سكويمر. ايوه طيب ايش اللي بيبطل الرئتين من الخارج؟ ايوه مش قلنا لكم في معنا نوع من الابيثيليوم بنسميه ميزوثيليوم اللي بيبطل الكافيتيز صح؟ يبقى الطبقه الخارجيه اللي عباره عن سلبل سكوماس ابيثيليوم سميناها ميزوثيليوم, وتحتها طبقه من الكونكتيف ميزوثيليوم مع كونكتيف سيجز بنسميها سيروزا. تمام طيب واضحه؟ اذا هذه شيء ريسبيراتوري وهذه تيرمينال وهذه تيرمينال وهذه ريسبيراتوري, والاكثر وجودا هي عباره عن انفلر ساكس وهذه بنسميها برونكاي. الصوره هذه اتوضح بها حنوضحها ايش؟ طيب هذه سميناها نسيت حاجه, هذه ايش؟ ترابيكولار. ايش الترابيكولار؟ امتداد للكونكتيف تيجو بنسميها ايش؟ ترابيكولار ايش؟ او ترابيكولار تابع على اللانك. في مشكلة في الصورة هذه, هي طبعا إذا ركزوا معيها إيش الأدفنتيشيا؟ كونكتيف تيشو تبطين خارجي. تمام طيب, وتحت الساب ميوكوزا فيها سيرس ميوكاس سكريتوري يونت, وبعدين في معانا حاجة اسمها سموث ماسلز, وفي معانا لامينا بروبيا كونكتيف تيشو, في حاجة اسمها إيش؟ ليومن أوف برونكاي, وفي معانا حاجة اسمها برونكيال جلانس اللي هي عبارة عن ايش؟ سيرس ميوكاس سكريتوري يونت, وفي معانا صفائح من الهايلاين كارتليج. انتقلنا الى حاجة اسمها ايش؟ تيرمينال برونكيولز, هي بتوضحها هنا بس مشي واضحة. هذه بنسميها ايش يا شباب؟ بنسميها ريسبيراتوري. هذه بنسميها ايش؟ ريسبيراتوري. هذه اللي بنسميها ايش؟ تيرمينال. طيب وهذه سميناها تيرمينال برونكيولز. طيب وهنا سمعت هذه بنسميها ريسبيراتوري, اكدوا المعلومه. طيب في معانا حاجه اسمها ريسبيراتوري برونكيولز, والفتحات ايش بنسميها؟ برونكيولر بوكيتس, بوكيتس ديو. تمام طيب المداخل هذه سميناها البيلر داكتس, نوضحها. طيب السيروزا مكونه من كونكتيف تيشو مع ميزوثيليوم, هذه عبارة عن ترابيكولا وداخلها كونكتيف تيشو باوعية دموية بنسميها ترابيكولا with blood vessels. المكون الأكثر وجودا ايش بنسميها؟ الفيلاي. طيب هذه بنسميها الفيلر داكتس, الفيلر داكتس blood vessels, والباقي كلها ايش؟ بيتوضح. لمفاتيك نوديولز سميناها برونكاس اسوسييتد لمفاتيك تيشو. هذه ايش؟ يلا عليكم الصورة هذه كبرناها, هذه ايش؟ هي رسم الحد الان. هذه ايش؟ ميوكوسيرا سكريتوري يونت. طيب وهذه ايش؟ بلاد فيزلز, وهذا اديبوز, اديبوز, وهذه نفسها ميوكوسيرا سكريتوري يونت. طيب هذه ايش؟ داكت, وهذه عبارة عن ايش؟ سموث ماسلز, وهذه بليس من الهايلاين كارتليج, وهذه بلاد فيزلز. هذه سميناها الفيلر ساكس, واللي يفصل بينهن
الفلر سبتا. إذن هذه برونكاي ولا برونكيولز؟ ركزوا معي يا شباب. ها برونكاس يعني إيش؟ برونكاي مالكم؟ ها فيها كارتليج وفيها سيروس ميوكاس سكريتوري يونت. طيب هذه الصورة بتوضح لكم. هنرجع للصور الحقيقية. هذا البرونكاي وهذا البرونكيول. ذا الفارق بينهن إيشو؟ هلا كارتليج وسيروس ميوكاس سكريتوري يونت. هذه صورة حقيقية. هذه أي شيء؟ هيلان ولا مش هيلان؟ يا شباب ركزوا معي في الصورة الحقيقية. هذه أي شيء؟ هيلان كارتليج، وهذه هيلان كارتليج، وهذه هيلان كارتليج، وهذه بس على شكل إيش؟ وهذه كمان على شكل صفائح. تمام. طيب هذه ايشي؟ هذه المصحصحين شرعوب. هذه ايشي؟ ترمينال ايش؟ طيب هذه ايشي؟ الفولاي. تمام. طيب هذه ايشي؟ لا 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 هذه وهذه وهذه. ايوه وهذه هذه المنطقة فاتحة لون ابيض. هذه الفلر ساكس. طيب هذا لون ايش؟ لون احمر مالكم. هذه اوعيه هذا وعاء دموي وهذا وعاء دموي وهذا وعاء دموي. وهؤلاء الصغار كلها عباره عن اوعيه ايش؟ دمويه. ايش شو تسموها غير الاوعيه الدمويه؟ سكا. هذه ايش؟ طيب اذا مشوا هذا وعاء دموي هذا ايش؟ سموك ماسلز حول البلاد فيزل. ركزوا. طيب هذه أي شيء؟ برونكاي. وهذه بلاد فيزلز لارج بلاد فيزلز كمية كبيرة من الأوعية الدموية. أدي لك صورة أوضح منها. واضحة يا شباب. هذا أي شيء؟ بلاد فيزلز. طيب وهذه أي شيء؟ الفيلر ساكس أو بنسميها الألفيلاي. طيب هذه أي شيء؟ بلاد فيزلز. هذه بلاد فيزلز. طيب إذا هذه بنسميها برونكاي. تجي إيش؟ تجي سيجمنتس يعني احجام كلها على حسب ايش السكشن. هذه ايش؟ هذه هيلان كارتليج. تمام. وهذه ايش؟ ليمفاتيك. ايش ديفيوز ولا نوديول؟ ديفيوز ليمفاتيك تيشو. طيب هذه ايش؟ سموك ماسلز واضحه. وهذه كلها عباره عن ايش؟ الفيلاي. طيب الصورة هذه واضحة. طيب هذه ايش؟ بلاد فيزلز واضحة. اللايت اريا قد تكون ايش؟ ارتفاكت. طيب ركزوا معي. معي هايلان كارتليج ومعي سموث ماسلز ومعي حاجة اسمها ايش؟ لمفاتيك نوديولز. واضحة اني برونكاي. هذه ايش؟ بلاد فيزلز. وهذه الفيلر او بنسميها الالفيلاي. طيب ايش التغيرات اللي تحصل في منطقة الكوندكشن؟ تمام. كل ما انتقلت الى مرحلة اصغر صح ولا لا؟ من برونكاي الى برونكيول. تمام. الى ترمينال الى ريسبيراتوري في حاجة اسمها ايش؟ الكارتليج بتكون ايش؟ وبيحصل لها ايش؟ سمولر يعني بيصغر حجمها وبعدين بتختفي. نسبة المسلز اللي هي سموث مسلز كل ما نزلت كل ما ايش؟ حصل لها انكريز. طيب الجلاندز بتكون موجوده وبعدين ايش؟ بتختفي. الابيثيليوم بتكون سودا ستراتيفايد او بنسميها ريسبيراتوري وبعدين تتحول لايش؟ سمبل كولومنر وبعدين سمبل كوبايدول وبعدين ايش؟ اذا هذه تغيرات كل ما نزلت ايش؟ الى منطقه الريسبيراتوري. وهذه الصوره بتوضح لك ايش الفرق بين البرونكاي والبرونكيولز. في خلايا موجوده في البرونكيولز بنسميها الكلارا سيلز. ايش وظيفتها؟ سيرفكتان. تمام. كيف شكل الكلارا سيلز يا شباب؟ النواه حقها كيف؟ مدوره. والخليه شكلها كيف؟ دوم شيب. معنى دوم شيب زي القبه. شور لكم صور اوضح من هذه. طيب هذا شكل دوم نسبيا ما بالله سند
سنب حاضر ها تكتب معي دونت شيك تمام دونت شيك دونت شيك كيف تكلم النواة مشوابة قولوا لي مشوابة أدي لكم صورة ثانية مش ضروري تقتنعوا بكلامي أها أدي لكم صورة بالإلكترومايكروسكوب طيب هذه واضحة دوم شيب واضحة ولا لا طيب ما عجبتكم شادي هذه الصورة واضحة ماخوذة بايش بترانزميشن إلكترومايكروسكوب وهذه ايش سكريتوري جرانيولز في خلية جنبها ايشي هذه إبيثيليوم وهذه النواة وهذه ايشي سيليا سيليتد سيلز بس ركزوا معي كوبويدال لا كولومنر كوبويدال ها كوبويدال لا كولومنر يا شباب هذه صور حقيقية انا ما بنخترع اسم الراسي تقدروا تسموها هاي كولومنر هاي كوبويدال هاي كوبويدال تمام طيب وهذه ايشي نفس الشيء وهذه ايشي كلارا سيلز تمام وفي معانا ايش كميه كبيره من السموث اندوبلازميك ريتيكولام كلارا سيلز بالالكترون ميكروسكوب ثنائي الابعاد ما عجبتكم ذا الصوره هذه ايشي شكل دوم ولا لا طيب وهذه ايش اللي بتتشاجر سيليتد سيلز كوبويدال ولا كولومنر ما دام احنا بنشوف سطح ليش السيليا ايضا خليها ايش كوبويدال صح او بنسميها هاي كولومنر طيب هؤلاء ايشين اللي بتحيطها البلر ساكس صوره واضحه هذه الحبيبات اللي داخلها عباره عن ايش سكريتوري جرانيولز صوره ماخوذه بالسكاننج الكترومايكروسكوب وصوره ماخوذه بالترانزميشن اذا الكلارا سيلز ما بتكونش موجوده الا في البرونكيولز فقط مش موجوده في البرونكاي وهذه صوره ماخوذه ايش باللايت مايكروسكوب كلارا سيلز او بنسميها برونكيولر سيلز في معها اسم ثالث في مرجع يسميها الكلاب سيلز ايش الكلاب سيلز ما قد وصلت انا لا عندها نفس التقويسة اذا يا سموها كلارا سيلز يا سموها كلاب سيلز يا تسموها برونكيولر سيل تمام طيب فيها بروز او بنسميها بلانت بروسيسز معنى بلانت بروسيسز نتوءات صغيره تمام على شكل ايش على شكل مايكرو فيلاي وفيها كميه كبيره من السكريتوري جرانيولز بتفرز البروتيولايتيز بتعمل تحليل للبروتين البروتين عباره عن ايش ميوكاس قد يكون ايش ميوكاس طيب نرجع للصوره الاولى هذه ما عجبتكمش دعم عموم منها طيب goblet cells smooth muscles simple columnar ciliated cells طيب في معنا خليها اسمها clara cells هذه تعتبر non ciliated تمام بتفرز ايش protolytase بتعمل dissolve للميوكاس هذه برونكال برونكيولز هذه صورة رسمة سريع terminal respiratory برونكيولز وهذه عبارة عن ايش ترمينال ايش ترمينال سموث موسل تابع ليش لا ترمينال برونكيول في حاجه اسمها جلانس لا في حاجه اسمها كارتليج لا الطبقه الخارجيه حقها ايش بنسميها ادفنتيشيا صح وطبقه الابيثيليوم بنسميها ايش ميوكوزا وطبقه الكونكتيف تيشو مع السموث موسل بنسميها سب ميوكوزا احنا ما بنركز بالطبقات بس بنركز ايش كمسمى ايش نسيجي طيب هذه ايش تيرمينال ريسبيراتوري الفتحات ايش سميناها هذه داكتس طيب هذه ايش من خليه عشان اسنب شو نسنب هذه سميناها داكتس بلوكاج وهذه شنو عندك فيها كوبويدال ابيثيليوم طيب وهذه ايش
طيب في معنا خلايا كبيرة الحجم ايش بنسميها؟ ذات سل. صح. وفي خلايا بكيس كويمة ايش بنسميها؟ تايب 1. طيب ركزوا معي، هذه ذات سل. صح. طيب وهذه ذات سل. تمام. في خلية تجيها كذا دوم شيب، ايش بنسميها؟ تايب 2. اذا التايب 2 دوم شيب، واللي هي عباره عن سمبل سكويمس ابيثيليوم بتكون ايش؟ فلات سيل. واللي بتكون كبيره وداخل ايش؟ الاجولاي بنسميها ايش؟ صوره حقيقيه ولا رسمه؟ ادي لكم نصها حقيقيه. هذه ايش؟ الاجولاي بتاعتها. طيب وهذا ايش بنسميها؟ الاجولاي. اي ممرات بنسميها ايش؟ بنسميها داكس. وهذه ايش بنسميها؟ داكس. وهذه ايش بنسميها؟ داكس. وهذه الممرات ايش بنسميها؟ بنسميها الجولار داكس. وهذه ايش بنسميها؟ الجولار داكس. نوع الابيثيليوم لما بيبطنها ايش؟ اللي تابع للداكس بيكون ايش؟ طيب هذه ايش يا شباب؟ عفوا هذه ايش؟ ريسبيراتوري ولا تيرمينال؟ امسح يا حبيبي امسح. هذه ايش؟ ريسبيراتوري ولا تيرمينال؟ هذه تيرمينال بس المسمى ايش؟ المسمى غلط يا شباب. هذه ايش؟ بلاد فيزلز. وهذه ايش بنسميها الفتحات؟ الفيلار داكتس. وهذه بنسميها الفيلار ساكس او بنسميها الفيلاي. طيب هذه ايش؟ سموث ماسلز برونكيولز بنسميها تيرمينال بلاد فيزلز الفيلاي. هذه بنسميها داكتس وهذه بنسميها سموث ماسلز. هذه ايش؟ ريسبيراتوري بس الصوره ايش؟ الكواليتي حقها هي كلام. طيب هذه ايش؟ وهذه ايش؟ بلاد فيزلز. وهذه بلاد فيزلز. وهذه بلاد فيزلز. طيب تيرمينال ولا ريسبيراتوري؟ طيب الممرات هذه سميناها الفيلار داكتس. اي ممرات بنسميها الفيلار داكتس. وهذه كلها عباره عن ايش؟ الفيلار ساكس. طيب هذه الخليه سميناها الكبيره داس سيلز. وهذه الخليه الدوم شيب تايب 2. وهذه الاكثر وجودا ايش؟ تايب 1. صح. وبعدين تايب 2 بعدين معنا داس سيل. طيب هذه ايش؟ وين موجوده؟ في السبتم. دحين السبتم ايش فيها يا شباب؟ هذا السبتم. هذا السبتم. صح. مش هذا بنسميه الفيلر سبتا؟ ايش فيه؟ الاستيك فايبرز وفيه كولاجين فايبرز وفيه بلاد فيزلز وفيه خلايا ايش بنسميها؟ ما بش اديبوس هنا. وفيه خلايا مصنعه للكولاجين فايبرز والالاستيك ايش بنسميها؟ فايبروبلاست. وش كمان؟ يكفيهن. هاي ركزوا معي. في معانا كونكتيف تيشو الاستيك زائد ايش؟ بنسميها كولاجين فايبرز. وفي معي فايبروبلاست. وفي خلايا اسمها ماكرو فهي اللي بنسميها داست سيلز. وفي خلايا اسمها بلازما سيلز. وفي خلايا اسمها ماست. ايش وظيفه الماست سيلز؟ طيب وفي حاجه اسمها اندوثيليوم وهي اللي بتحيط ايش؟ الكابيلاريز. وفي حاجه اسمها بيزمنت ممبرين. التايب 1 اللي معروفه بسمبل سكوامس ابيثيليوم اللي بتغطي ايش؟ 97%. والتايب 2 اللي بتفترز ايش؟ سيرفكتان. والالبلر ماكروفيا اللي بنسميها الداست. الصورة هذه استخدمنا فيها ايش؟ الالاستيك ستين. ايش اللي اللون الوردي هذا واللون البنفسجي تابع لمن؟ شوفوا انا استهدفت في الصورة هذه حاجة واحدة. اي شيء؟ الاستيك فايبرز. اذا اكثر الالياف وجودا في الالفلر ساكس او السبتم عفوا ايش بنسميها؟ طيب الصورة هذه ايش؟ هذه صورة اوضح. ركزوا معي. تيرمينال ولا ريسبيراتوري؟ يا شباب حجر الله اين البوكيتس؟ تعالوا اللي بيبسر البوكيتس يجي يوضح حالي. قم يا شرعوب.
ترمينال وش كاتبنا لك هناك؟ ترمينال. طيب وهذه اي شيء؟ سموث مسلز. وهذه اي شيء؟ بلد فيزلز. تمام. وهذه كلها عباره عن ايش؟ الفيلر سبتا. وهذه بنسميها ايش؟ طيب المداخل هذه ايش بنسميها؟ الفيلر داكس. اذا هذه بنسميها ترمينال. طيب في معانا كلاب سيلز. ايش الكلاب سيلز؟ اللي بتكون الكلارا سيلز، اي نواه دائريه تمام على شكل بلانت او على شكل دوم شيب بنسميها كلارا سيلز، بتكون واضحه في الصوره الاولى بس موجوده في هذه الصوره. طيب هذه ايش؟ واضح اني ايش؟ سيليا. وهذه ايش من خليه؟ كلارا سيلز. تمام هذه اللي واضحه. وهذه ايش من خليه؟ كلارا سيلز. وهذه ايش من خليه؟ كلارا سيلز. هذه اللي تجي النواه بعيده هي بنسميها سيليتد، اللي تجي النواه قريبه ايش؟ من الابكس. هذه ايش؟ سموث ماسلز. اها هذه ايش؟ يا شباب ما عليكم من السهم، شنو على الاستراكشر؟ ريسبيراتوري ولا تيرمينال؟ ريسبيراتوري. هذه ايش؟ وهذه ايش؟ سموث ماسلز تابع لمن؟ للبلاد فيزل. صح. هذه اي شيء؟ واضحه نسبيا سموث ماسلز. تمام. اذا هذه ريسبيراتوري. ريسبيراتوري ولا ايش؟ هذه اي شيء؟ داست سيلز. واضحه واضحه. هؤلاء ايشين؟ كلها كابيلاريز. سمول بلود فيزلز يعني ايش؟ كابيلاريز. هذا ايش نوع ال ريسبيراتوري؟ اها زيدنا بها. طيب ايش نوع الابيثيليوم هنا؟ كوبويد ولا كولومنر؟ طيب ايش نوع الابيثيليوم هنا؟ في حاجه اسمها ميكس بين السمبل كولومنر والسمبل ايش؟ موجوده في الصوره. طيب هذا ايش؟ سموث ماسلز. هذه ايش من خليه؟ يلا ولا تغفوني. بلازما سيل. واضح اني بلازما سيلز. وهذه الخلايا كلها واضحه اني عباره عن ايش؟ كوبويدال ايش؟ وكولومنر، لانه هذه النواه بتكون ايش؟ الونجيتد. شنو على ايش؟ ريسبيراتوري. صح. وهذه ايش؟ بلاد فيزلز. نفس الكلام بتكرر قديلة غاجة. هذه ايش؟ يلا. طيب ايش نوع الابيثيليوم هنا؟ تايب 1 ولا تايب 2؟ نومو سايز. تايب 1 ولا تايب؟ واضحه. طيب هذه ايش؟ داست سيلز. وهذه داست. وهذه داست. وهذه كلها ايش؟ داست سيل. طيب هذا الابيثيليوم ايش؟ هذا النومو سايز 1 ولا 2؟ طيب وهذه؟ لاني على حدود اليومين لا تجي تسميها بلازما سيل. البلازما سيلز واضحه اني موجوده في الكونكتيف تيشو. طيب هذه ايش؟ تايب 1. هذه تايب 2. هذه ايش؟ بلاد فيزلز. ذا اند. خلاص. هذه ايش؟ داست سيلز. وهذه كلها عباره عن ايش؟ كابيلاريز. اي حاجه وضحناها لكم في الصوره انتم طالبين فيها. شلون نعيد المحاضرة الثانية؟ نعمل لكم مراجعة. حاضر، نوقف التسجيل.